كيف ممكن نعرف حسب القانون الطبي الأخلاقي طبيعة الأخطاء الطبية، مفهوم الأخطاء الطبية؟ في البداية بدي أحب شوي أسلط الضوء على المفاهيم أو تعميق المفهوم لدى المواطن تحديدا، اللي هو مفهوم الأخطاء الطبية والتفريق بينها وبين الإهمال والمضاعفات الطبية، وهذا طبعا فيه لبس كثير حول هذا الموضوع. طبعا احنا وظيفتنا كأطباء وبكادر صحي نهتم بصحة المواطن، واي خطأ او اي خلل في عملية العلاج ممكن يسلب روح البني آدم. اكيد بدي اركز شوية بس على موضوع الخطأ اللي هو تعريفه لغويا وتطبيقه على عرض الواقع على جسم الانسان. قد يكون في شوية مطبات هنا وهناك. بمعنى الخطأ الطبي هو تعريفه لغويا هو الحياد عن الخطة العلاجية سواء بقصد او بغير قصد خلال العلاج، في مرحلة العلاج وبعد العلاج. نعم. موضوع المضاعفات اللي هي يصير فيها لبس فيها كثير عند المواطن أو عند الناس أو عند المريض. المضاعفات التي هي تعكيرات طبية اللي قد تحدث خلال المرض وبعد المرض أو بعد العلاج. خلينا نقول بدي أضرب مثل بسيط في هذا الموضوع للمواطن. عمليات مثلا منظار الركبي اللي بتصير أو عمليات اللي بتصير والشرايين الوريدي، هلا مكتوب في كل الكتب بنصادفها يوميا إنه ممكن تعمل جلطة رئوية لاحقا. مش موضوع خطأ طبي أو يعني قضية فنية كمضاعفات. هنا هو التفريق. في دراسة حكت في الأردن من 2006 عن طبيعة اللي هي القضايا اللي رفعت قضايا ضد الأطباء، كان منها 5% أخطاء طبية و 95% كانت هي مضاعفات. فهون الفرق واضح وكبير، لابد أن نفهمه للمواطن ويعرف عما يجري. موضوع الخطأ الطبي طبعا من أيام أبوكرات، من أحد الركائز الطب في العالم اللي هو أبوكرات والرازي، حكى عن هذا الموضوع وقال احنا ما دام احنا بشر نحن نخطئ. صحيح. والهدف من الموضوع ان لا نخطئ لاحقا، بفكره ان نتعلم من خطانا على اساس انه في المرحله القادمه ان نتجنب هذا الخطا. دكتور، قبل الانتقال الى الاليات التجنب لهذه الاخطاء وما تقوم عليه الدوله، تصنيفات خطوره الخطا الطبي، في خطا عن خطا بيفرق شوي طبعا الخطا الطبي في تعريفه الشامل يشمل الخطا الذي يسبب الاذى والخطا الذي لا يسبب الاذى، ولكن في مرحلة أخرى الخطأ الذي يسبب قد يسبب هذا بسموه الباحثين نير مس، اللي هو خلينا نقولها بين قوسين لولا ستر الله كان راح المريض أو فقد حياته أو صار عنده إعاقة. يعني شديد الخطورة بيكون. لا هو مش الخطورة، يعني بجوز يعني إحنا لحقنا في وقته خلينا نقول هيك، بس ممكن مرة الجاي نسها نغلط ننسى إلى آخره، ممكن يروح المريض. هذا العالم طبعا كله بتمحور أو بتمركز، بيعملوا دراسات وبحاولوا يجدوا آليات مشان يتجنبوا هذا اللي نحكي عنه اللي هو بسموه النير مس. طبعا انا بدي احكي في ارقام. هلا في امريكا مثلا في 1991 100,000 مواطن بموتوا سنوي من اخطاء كان ممكن منعها. طبعا بموتوا او بيكون بسبب اعاقات دائمه. طبعا في اسرائيل وفي فلسطين وفي كل الدول هذا الحكي موجود، بس الفكره انه ايش التركيز، انه كيف احنا للمستقبل نمنع هذا حدوثه من خلال عمليه التوثيق. توثيق طبعا اللي بقصد اللي هو محور الدراسي كان اللي هو الهدف منه انه نتعلم منه الافاده نحلل الخطا. نتعلم طبعا بدك انت حافز او مشجع للي بيمارس مهنه الطب او التمريض انه يوثق ويحكي في هذا الموضوع. طبعا هذا موضوع شائك كبير، حتى كل العالم من 1991 بيعملوا عليه دراسات وابحاث وجربوا انظمه في امريكا وفي هولندا وفي السويد. في اليابان بدي احكي شوي في نقطه جربوها في قسم عملوا نظام توثيق طوعي مش اجباري، يعني عملوا ورشات عمل مع طب ومع تمريض كذا واعطوهم خلينا نقول نسميها الامن والامان، مش راح يصير شيء وهكذا. بلشوا يوثقوا خلال 3 سنين نزلت الاخطاء ل 33%. فهنا هي الفكره في هذا الموضوع. هسه اسباب الخطا وليش بيصير الخطا هي اسباب كبيره، منها ضغط العمل، منها ظروف الطبيب، منها المعرفه الطبيب، شغلات كثيره. طبعا هون بدي اشير لنقطه، من فتره وزاره الصحه مشكوره اكرت نظام الاتش اي اس اللي هو الهيلث انفورميشن سيستم اللي هو كله كمبيوترايزد، كان يعني بدل عمليه الورق والتعب على المريض والى اخره، هاي خففت كثير من اللي هي اللبس في الارقام. يعني انا بدي اسمع من فحص من ممرض او من المختبر ممكن يعطيني رقم، يعني اي خلل في الرقم ممكن يعني يعمل مشكله مع المريض. طب يعني دكتور، هل هذا خفف كثير او خلينا نقول وضح امور اكثر نظام الاتشيس؟ طبعا في خطط عند وزاره الصحه حسب معلومات انا موظف اللي هي على اساس الحد من هاي الامور، منها التوثيق ومنها بنحكي عن نظام الاتش اي اس الى اخره. يعني احنا بنحكي عن ارقام
احصاءات ابحاث ضروره ان يعني توجب التوثيق لحتى يكون في افاده للجميع بالاضافه الى نسب معينه. لكن المشاهد وحتى احنا حابين نتعرف على هنالك فرق ما بين اخطاء طبيه وما بين الاهمال صحيح. الطبي وربما هي شعره تفصل بين صحيح. هذين المفهومين. كيف صحيح. ممكن احنا نوضح للساده المشاهدين صحيح. ان ما معنى ان يحدث خطا وما معنى أن يحدث إهمال؟ أكيد أكيد. الإهمال طبعا اللي هو يعني عدم ممارسة مهامه كطبيب أو ككادر صحي في الوقت المناسب في حين كان أبلغ عنه. هذا في فرق كثير. أو التعمد أنه يخطئ أو تعمد أنه يكون خلل في العملية اللي هي شفائية. هذا بنسميه الإهمال. عدم وجوده في الموقع قضايا كثيرة تدخل وفي لها قضايا إدارية وقضايا طبية وقضايا فنية. بس موضوع الخطأ هلا يعني كيف بدي أجيب لك المثل؟ هلا انا دكتور اسنان ماشي بخلع في اليوم خلينا نقول او في الشهر بنشكو في اليوم 200 طاحونه طاحونه منهم بقعد فيها 3 4 ساعات بتتكسر ممكن يكسر عضلي ممكن هذا هو اللي بدنا نميز بينه. بس الاهمال اني انا اتعمد اعمل كذا وكذا او اني ما اكونش اون ديوتي في الوقت المطلوب خلال استدعائي او وجودي في مثلا في خلينا غرفه العمليات او في الطوارئ او الى اخره او غض الطرف عن اي فحص عن اي شيء عام تعمد ايش طبعا هذا هو بسموه هذا التوضيح بالمفاهيمي بصراحه من خلال ما بتشوفوه من شكاوي ومن خلال الدراسه اللي عديتها هل هو واضح للمجتمع الفلسطيني؟ لا اكيد هسه بالنهايه المريض واهله ومرافقينه بالنهايه مواطن ورد فعل اكيد مبرر هذا الحكي مفهوم. بس الناس أو المواطن ما بيميز بين هاي الأمور. يعني أنا ضربت مثل بسيط بدي أحكي رجع شوي على المضاعفات اللي هو قصة الجلطة الرئوية ممكن قد تسببها اللي هو منظار الركبي كيف؟ هلا مربوط هاي في هاي بس أنت روح على الكتب روح على كل العالم تلقاها هي موجودة في نسب مئوية قد تحدث وقد لا تحدث قد تحدث وقد لا تحدث. هسه هذا طبعا الناس طبعا بسبب غياب الثقافة الصحية عند المواطن ما بيجهلوه هذا الأمر. أنا كطبيب أو كمؤسسة صحية أعلم هاي التفاصيل ونوهت في بداية الحلقة أنه في دراسة حكت في نسبة بس فقط 5% كان اللي هو الإهمال والباقي 50 كانت مضاعفات. طب من خلال الأبحاث يعني طالما أن هنالك إحصائية ودراسة إذا لماذا تزداد شكاوى المواطنين حين نتحدث عن الوضع الصحي الطبي في فلسطين؟ يعني نستمع للكثير من الشكاوى والقضايا التي تتعلق في الأخطاء الطبية أو حتى الإهمال خاصة أنه إحنا بنحكي فيش تفرقة التفرقة الصحيحة واللازمة لدى المواطن بين الإهمال والأخطاء. لكن فيما يتعلق بموضوع الأخطاء لماذا نسبة الشكاوى تزداد طالما أنه حسب الدراسة 5% هي عبارة عن في الأردن مثلا؟ لكن هنا أنا أتحدث عن وضع فلسطين الشكاوى بازدياد. هلا الشكاوى بحكي لك هي تعتمد على مفهوم الناس والمواطن مبرر له بالنهاية روح بني آدم مبرر. هسا المواطن ينقص أنا بنظري الثقافة الصحية في هذا الموضوع. التفصيلات اللي بنحكي عنها هلا في خلال الحلقة ومتمنى أن نكون وصلت الرسالة نميز بين هذا. طبعا يفترض أنه اعلام طبعا في عندنا احنا في المستشفيات او وزاره الصحه في بسموه الكونسنت فورم اللي هو بوقع المريض عليه وبحكوا له شو مضاعفات كذا وكذا الى اخره. هسه هو الخلط بالمفاهيم زياد الشكوى هو يعني بسببه انا باعتقاد انه الخلط بين المفاهيم بين مفهوم الخطا الطبي وبين مفهوم المضاعف الطبيه. طبعا في لجان تحقيق وفي ورش عمل حول الموضوع واثبتت اللي بنحكي فيه. طب في مجال الدراسه توثيق الاخطاء الطبيه لابد اكيد على اي دوله انها تتخذ مجموعه من الاجراءات ومجموعه من الخطوات للتقليل فعليا لتصحيح هذه الاخطاء ولعدم منعها. فلسطينيا ماذا يفعل غير النظام الاتش تي اللي تمت الاشاره عليه؟ انا هنا لست بناطق باسم وزاره الصحه انا بحكي بشكل من عام من خلال الدراسه ما لمست من خلال الدراسه المؤسسات العامه. هلا ليش طبعا الموضوع التوثيق الاخطاء الطبي بيدخل ضمن سلامه وامن المريض اللي هو احنا بنسميه البيشنت سيفتي. طبعا هو حجر زاوي في هذا الموضوع وحسب معلوماتي في وزاره الصحه هناك خطط حثيثه وعميقه حول هذا الموضوع لتطبيقها في مستشفيات وزاره الصحه وهي موجوده اصلا وتطبق. بس طبعا يعني من كل فتره لازم يكون لها ايش تحديث وتطوير وبناء على الوضع الصحي القائم. هي طبعا جزء مهم جدا من اللي هو البيشنت سيفتي او محكي سلامه وامن المريض. طبعا انا بحكي قضيه مشان يعني المواطن يفهم حضرتكم انه ما بدنا نركز على الخطا الطبي الذي يرتكب الطبيب. موضوع الخطا الطبي كبير مفهومه هو يحدث من خلال بدايه العمليه الشفائيه لنهايه اللي هو خروج المريض. قد يحدث بسبب ماكينه قد يحدث بسبب آلي قد يحدث بسبب
اللي هي معرفة الطبيب وهي محدودة جدا يعني في الدراسات. يعني ليس دائما بشرية أو ليس من بشرية. الطبيب. طب هنا ممكن. لاتشايس نظام لاتشايس اللي كان الخربطة في الورق الخربطة في رقم هذا حد منها كثير وهي خطوة إيجابية صحيحة حتى ريحت المواطن ريحت الطبيب ريحت الكادر الصحي. وهون ممكن نطرح سؤال دكتور إنه هل من الصحي اعتبار أن المسؤول عن الخطأ هو الخطأ الطبي هو النظام في بشكل عام يعني المسؤولية تكون على النظام الطبي بشكل عام أم لا. مسؤولية فردية يجب أن توضح على من تقع المسؤولية. هسه المسؤولية بالنهاية حكينا بداية الحلقة إنه نحن بشر ونحن نخطئ ونحن ننسى ونسهى. صحيح. وهذا الحكي مدون وموثق من أيام أبوكرات ومن أيام الرازي وفي كل العالم موجود. هل المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية؟ طبعا بدنا نوه لنقطة في الدراسة اللي عملناها إنه موضوع توثيق الأخطاء الطبية أو هل تشعر إنك أنت مسؤول أخلاقيا وقضائيا أو مش قضائيا خلينا نقول اللي هو منطقيا عن صحة المريض؟ الإجابات كانت كبيرة كثيرة وإيجابية كثيرة، كانت نسب 94% أو 95%. أنا بحكي بوزارة الصحة إنه لا يعقل إنه في طبيب بحب يأذي مريضه أو بحب يغلط مريضه. صحيح. في النهاية أصلا برتد عليه وبترتد على سمعته وغير إنه أنت هون ممكن لما إحنا بنحكي عن الإهمال إنه صعب يكون الدكتور هو نفسه بده يعمل خطأ أو خلل معين. أكيد الدراسة عم تحكي إنه 94% من اللي تم يعني الحديث معهم أو عبر الاستبيان في وزارة الصحة من كادر طبي وتمريضي عم بيحكوا عن 95% إنه يجب إنه نشعر بمسؤولية أخلاقية تجاه المواطن وكذا، وفي حال حدوث خطأ إن استعداد أو كنا نعمل إنه على أساس تصحيح الخطأ بالسرعة القصوى. فهي في نظرة إيجابية كبيرة حول هذا الموضوع. والذين يجرون يعني العمليات العلاجية والشفائية يعني في حالة سمح الله عندهم قابلية أنهم يتحملوا المسؤولية الفردية بناء على ما جاء في الاستبيان؟ لا، أنهم يتحملوا مسؤولية أخلاقية اتجاه صحة المريض اللي بين أيديهم بالنسبة للمسؤولية الفردية يعني عن الخطأ نفسه، يعني يشعر أنه الطبيب مسؤول عن المريض. وهي موجودة بنسبة كبيرة، طبعا هي بعتبرها إيجابية كثير كثير. وحكيت لك أنا يعني بشتغل لي 17 سنة ما في طبيب ولا في ممرض بحب هذه المريض أو إنه يسبب له أذى أو يسبب له إعاقة على الإطلاق. من خلال الدراسة هل تم الاستفاضة في الجانب القانوني إجراءات المساءلة؟ لا الدراسة كانت عم تحكي عن مدى استقبال أو مدى استيعاب الأطباء والتمريض لموضوع توثيق هاي الأخطاء للمستقبل، وشو الموانع اللي ممكن تحصل من ضمن الموانع اللي هي سياسة المحاكم والقضاء، بتعرف قضايا كثيرة دخلت الموضوع. بس في الجانب المشرق انه نسبة كبيرة كانت تحكي انه احنا فعلا بدنا نوثق او خلينا نقول نتحمل مسؤولية اخلاقية تجاه المريض ولا نقصد كذا وكذا وكذا وقضايا كثيرة. والأهم من ذلك هو التفرقة في طبيعة المفاهيم الطبية بالضبط. حين نتحدث عن مضاعفات لنصل حد مفهوم الإهمال ومن ثم مفهوم الأخطاء الطبية. يعني الإهمال ما فيش فيه يعني نقاش، يعني الإهمال يا القانون والأخلاق والمنطق يعني مرفوض هذا أكيد. وأكيد جانب من التوصيات التي يجب العمل به من خلال الدراسة إلى وزارة الصحة الفلسطينية وكافة القطاعات الطبية. الدكتور عنان راشد الباحث في مجال توثيق الأخطاء الطبية، شكرا جزيلا لك.